بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لا نزال نتابع الحديث حول ما ورد في سورة الحديد، حيث وصلنا إلى الآية التي تقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بعدما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يقرضون الله قرضا حسنا، أشار إلى الحال التي سوف يصل إليها هؤلاء، الأجر الذي سوف يحصلون عليه عندما يصلون إلى يوم القيامة. شو هو الأجر الذي سوف يحصلون عليه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى. يسعى، كلمة يسعى إشارة إلى الحركة السريعة، يعني يسرعون باتجاه الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، وهم يسرعون إلى الجنة، وهم يسيرون، نورهم يسير أمامهم وأيضا عن أيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إذن عن جهة اليمين كما أمامهم، النور سوف يسعى معهم. هلأ في كلامين هنا، في هناك من قال طيب ليش في ناس أمامهم يسعى النور، في هناك في بأيمانهم، في رأيين. في رأي بيقول إنه الذين يسعى نورهم بأيمانهم هم أصحاب اليمين، أما الذين نورهم يسعى أمامهم هم المقربون، هؤلاء ما لنا في أصحاب اليمين، في أصحاب الشمال، في والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا هذا رأي بفصل بين هذين القسمين، لكن في الرأي اللي هو غالب واللي هو الأساس أنه لا، الله يتحدث أنه نورهم أمامهم وعن أيمانهم، وهم يسيرون، نورهم يسير أمامهم وأيضا عن أيمانهم، وهذا النور طبعا هو دليلهم إلى الجنة، لأنه في شيء يضيء لهم الطريق إلى أن يصلوا إلى الجنة. وهذا طبعا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديه. إذن هذه حال الذين آمنوا من الرجال ومن النساء. بشراكم اليوم، يبشرون، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، في وهم في الجنات في أنهار تحتهم، خالدين فيها، مش وضع مؤقت لهم وإنما أمر دائم. فرق بين الدنيا في نعيم، مرات يحصل إنسان على نعيم لكن كله مؤقت ينتهي، بينما النعيم الذي يحصل عليه من يدخلون إلى الجنة هو نعيم مقيم، نعيم دائم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يأتي النداء، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن هذا فوز، أنه صحيح في تعب بالدنيا في سبيل الله، في معاناة مرات، في تضحيات مرات تقدم، لكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا هو الفوز العظيم. في بعض الناس يستغرقون في لذات الدنيا، لكن ماذا بعد؟ الواعي هو الذي يفكر بالما يبقى
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل، هذا الذي يبقى. أما المنافقون، هؤلاء اللي كانوا ينافقون يعني يظهرون الإيمان حتى يكون لهم موقع ويبطنون الكفر، هم كفار لكن يظهرون الإيمان أمام الناس حتى يكون عندهم حرية الحركة، لأن الجو صار جو إيمان، أيضا حتى يسيء من خلال موقعهم هذا إلى المؤمنين. مشكلة النفاق هي هذه المشكلة. هؤلاء في ذلك الوقت ماذا سوف يحصل لهم؟ المنافقون سوف يلتمسون من المؤمنين نورا، يقول لهم تعوا بدنا منكم نورا، ولكن هؤلاء يواجهون من قبل المؤمنين بالرد، شو لكم بالدنيا ما كنتم ماشيين على ضوء، وبالآخرة ما لازم تكونوا أيضا على ضوء. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظروا، يعني أمهلونا حتى نأخذ من نوركم، لأن نكون مسرعين، لأن يسعى نورهم يسرعون إلى الجنة، أكيد من الشوق يسرعون. فهؤلاء يقولون مهلوا حتى نأخذ من نوركم، يقولون لهم لا. أو في بعضهم فسر ذلك انظرونا يعني انظروا إلينا نظرة لطف ونظرة محبة، يعني انظرونا يعني اطلعوا فينا، شوفونا، شوفوا معاناتنا، ماذا يحصل لنا، انظروا إلينا نظرة لطف ومحبة. قيل ارجعوا وراءكم، كان بالإمكان لكم أن تحصلوا على ذلك في الدنيا لكن ما حصلتم، لأن الإنسان يصنع نوره في الآخرة من الدنيا، من خلال مساره، خلال قيامه بمسؤولياته. فكان بالإمكان أن تحصلوا على ذلك في الدنيا، قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا لورا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، في حاجز ينتصب أمامهم هذا الباب أو هذا الجدار، كلا طرفيه مختلف عن الآخر، باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه العذاب. باطن هو المكان اللي يكون فيه المؤمنون، أكيد سوف يكون مكان فيه الرحمة، لكن المكان الآخر سوف يكون فيه العذاب، يعني هو المكان الذي يكون فيه أولئك الذين نافقوا الذين كفروا. فضرب بينهم سور، كلمة السور هو معروف، كلمة السور هي الحائط الذي كان يحيط بالمدن التي كان يستقر عليها الحراس للرصد، هاي السور، هذا هو المقصود. عادة كان كل مدينة في هناك سور يحيط بها يحميها، وفي على هالسور في هناك من يراقب أي حركة تحصل من الخارج. فإذا هاي كلمة السور، في سور له باب، لماذا هذا الباب سور؟ طيب ليش له باب؟ سور، خلي يكون سور بس، لماذا له باب؟ من أجل أن يرى المنافقون نعم الجنة، هذه النعم التي يحصل عليها من هم في الجنة، حتى يشوفوا، حتى يعني في تعذيب نفسي أنه يا ريت والله عملنا هون في الدنيا حتى ننتبه، حتى لا نصل إلى هذا الموقع، أن نكون واضحين في إيماننا، أن نسير في خط الإيمان، نكون بهالحياة عنا صورة واحدة في الحياة نسير عليها، صورة ما يكون كل واحد له وجهان في الدنيا، وجه شيء وجه حسب بيتبدل حسب الظروف، حسب تبدلات موازين القوى مثل ما يحصل من قبل البعض. إذن هذا الباب من أجل أن يرى فيه المنافقون ما يحصل عليه المؤمنون من نعيم، باب يتنأوس على هذا الباب، فسور له باب.
ينادونهم ألم نكن معكم ما كنا معكم. المنافقون قالوا بلى، لكن في مشكلة بيناتنا، أنتم معنا صحيح، كنتم قاعدين مع بعض، نحن كنا مجتمع واحد، ولكن في هناك اختلاف في العقيدة، في اختلاف بالمسار، في السلوك، أنتم كنتم تسيرون في خط الانحراف ونحن الحمد لله وفقنا الله لأن نسير في خط الإيمان. فإذا ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، خدعتم أنفسكم بسلوككم طريق الكفر طريق الإيمان، فاكرين أنه هذا ينجيكم، لا لا ينجيكم. إذا نجاكم بالدنيا وقد لا ينجيكم في الدنيا، هو لن ينجيكم في الآخرة. وتربصتم كمان، أنتم مشكلتكم أنه خدعتم أنفسكم، فتنتم يعني خدعتم بسلوك طريق الكفر والضلال، يعني واحد خدع نفسه كان قادر أنه لا يمشي في طريق الإيمان. وتربصتم يعني كنتم تنتظرون تبدلات موازين القوى، كنتم تنتظرون موت النبي حتى خلص تنتهي الرسالة به. وارتبتم يعني كمان عندكم كان شك، يعني هاي صفاتهم، كان عندهم شك في يوم القيامة، ما كان عندهم تأكيد، وأيضا عندهم شك بالنبي صلى الله عليه وآله، بالقرآن شك، كان يعني ما عشتم حقيقة الإيمان، كان عندكم طرق لتصلوا إلى الإيمان. الله أودع لديكم العقل، وصلكم، أرسل لكم الأنبياء، أرسل لكم الرسل، جعل لديكم علماء، ولكن وغرتكم الأماني وتريتم بها الدنيا، أحلام وأماني بها الدنيا، حتى جاء أمر الله، يعني ساعدكم، استولت عليكم الأماني، أماني الوصول إلى الشهوات وإلى الأطماع وإلى السلطة وإلى المال، وتركتم الله حساب أمانيكم، وغركم بالله الغرور، يعني غركم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان لدور يغر، وشغلته يغر الإنسان، بس يوصله للحرار يتركه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يغر الإنسان. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ما في طريق للخلاص، هذا انتهى. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مأواكم النار، لا في مجال واحد يدفع شيء. هلا بالدنيا منرتب حالنا، عندنا شوية مال بندفع، منخلص حالنا من السجن، منخلص حالنا من الورطات التي نمر بها. وأيضا هؤلاء الذين كفروا ما رح كمان لن ينجدوكم في ذلك الوقت. مأواكم النار هي مولاكم، هي الأساس اللي انطلقتم، مش شيء وراء الطريق الذي يوصل النار، وبئس المصير. مولاكم يعني لها الأولوية، يعني كانت النار لها الأولوية. طبعا هنا ما كان النار لها الأولوية، كان الطريق الذي يوصل للنار هو اللي هو الشهوات المحرمة، مش كل شهوات أكيد، الأطماع، الأموال التي تأتي من حرام وغير ذلك. يعني يوم القيامة تتقطع كل الأسباب، تنتهي. لذلك تبرأ اليوم، في ذلك اليوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني يتبرأ هؤلاء الذين اتبعوا، بيقولوا بيجوا ينجدونا، من احنا عملنا لحسابكم، كنا زلمكم ماشيين وراكم، ما خصنا، المسؤولية عليكم، ما كان عندكم عائل، ما كان عندكم تفكير، بعدين كلنا بالهوى سوا، كلنا سوف نواجه العذاب. وأيضا الله تحدث أكثر، يوم لا يغني مولا عن مولا شيء، لا أنساب بينهم، كل نفس بما كسبت رهينة. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم الله عم يقول يا جماعة ليش لا تخشع قلوبكم لذكر الله؟ طيب
الله عم ينبهنا وعم يبين لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن الأوان؟ ما آن الأوان؟ ألم يأن؟ يعني ما آن الأوان يا جماعة؟ بعد كل هالتوضيحات يخشع الإنسان لله، لذكر الله الذي هو يبقى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن الأوان أن تخشع من الخشوع، وتعني هو تواضع، يتواضعون للحق، ينزلوا من مواقعهم، من شهواتهم. وطبعا التواضع هو لمن الخشوع والتواضع المقرون بالأدب، عادة هي كلمة تقرن يعني لما يكون في تواضع طبعا مقرون بالأدب. وطبعا ذكر الله يساهم في هذا الخشوع. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما يكونوا من أولئك اللي الله أرسلهم في رسالات السماوية، الله عم يقول ما يكون. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هؤلاء اللي كانوا ما يكونوا مثل أولئك. طال عليهم الأمد يعني إشارة إلى الفاصلة بينهم وبين أنبيائهم، أو طول العمر. طال عليهم الأمد قست قلوبهم، أو طول الأمانة اللي عندهم، يعني إما نتيجة أنه ابتعدوا عن الأنبياء فقست قلوبهم، أو أنه طال عمرهم، بدل ما واحد كل ما زاد عمر يزيد وعي، لا، كل ما ازدادوا عمرا ازدادوا انحرافا. وهي مع الأسف بعض الناس هيك. فما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. أو طول الأمانة، عندهم أمل، أمانة أنه والله الحياة قدامنا والوضع جيد فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير من هؤلاء فاسقون يعني عصون، الفسق هو العصيان. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ما تحدث عن قست قلوبهم أشار إلى أنه أمر الإحياء هو بيد الله سبحانه وتعالى. اللي بده يعيش الحياة هو عليه أن يستعين بالله وبما شاء له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. كيف الله يحيي الأرض بعد موتها؟ الله يحيي القلوب وينشط العقول، وطبعا القلوب والعقول، طبعا القلب تعني العقل والقلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. عم يشوف يا جماعة، شوف كيف الله يحيي الأرض بعد موتها؟ الله يحيي القلوب كمان وينعش القلوب. هو اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني الله بين لعلكم تستفيدوا، الله خلقكم عقل استفيدوا. إحياء الأرض طبعا بالمطر واضح. طيب كيف إحياء القلوب؟ بشو؟ بذكر الله. تحيا قلوبنا بذكر الله، ألا بذكره تطمئن القلوب. تحيا بتركز، بترتاح، تهدأ. طبعا وقراءة القرآن، لأنه طبعا القرآن هو من الذكر. ثم يشير الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق، وهو أحد ثمار شجرة الخشوع والإيمان والسير في طريق الله. إن المصدقين والمصدقات، يعني عم يقول رجال ونساء، وأقرضوا الله قرضا حسنا. هؤلاء الذين يقرضون الله، يعني إشارة إلى العطاء، طبعا هو مش قرض، نحن عندما نعطي نعطي مما أعطانا الله، لكن الله بيقول أنا عم بعطيكم، أقرضوني اللي عم بعطيكم إياه. شوف قد ايه من كرم الله، يلي عنا منين نحن، اللي حصلنا عليه نحن، ما الله هي أن إياه، ما
من خلال الوسائل التي بأيدينا، الكون اللي نحن عم نعيش فيه، الأرض اللي عم نشتغل فيها، كل متطلبات الحياة من الله. هنا طبعا واقرض الله إشارة إلى الإنفاق في سبيل الله، والقرض طبعا هو لما يقال قرض في قرض، لكن القرض هو أفضل الإنفاق. ليش الله قال قرض؟ لأنه أفضل الإنفاق، لهذا يقال الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. يعني أنت هلا إذا واحد أقرضت واحد، أقرضته مال، فأجرك يكون أكثر من أجر لو تصدقت بالمال، لأمرين. لأمر الأول أنه عادة القرض ما بينعطى إلا للمحتاج، ما حدا بيقترض إلا بيكون محتاج، بينما الصدقة يمكن في كثير من الناس بيطلبوا صدقة وهن يكونوا أغنياء، صايرين متعودين على طلب المال من الناس. والأمر الثاني أنه الصدقة تجري، يعني هلأ أنا الصدقة خلاص واحد تعطي مال انتهى، أكل وشرب به ولبس به وانتهى، بينما القرض تقرض واحد أو تقرض ثاني تقرض، يعني يستمر المال. فالقرض هو أفضل الإنفاق، ولذلك الواحد منا يكون حريص على أنه يقرض الناس، وإن كان طبعا مش معناته أنه يقرضه كيف ما كان. بعض الناس بيقول لك ما قرضت، وين مالي، راح مالي. خاصة كثير من الناس بيقترضوا لكن ما بيردوا، وبالتالي بيخلوا الواحد اللي كان عم يقرض لناوي يقرض بطل يقرض. لذلك راح نقول الواحد يقرض الناس، بس يقرض بناء على توثيق، برهن مقبوضة، بشيء يعني أنه إذا هالإنسان يوما ما لعب به الشيطان أو غير رأيه بدوش يرد المال، أو أنه قال لك خليه معي المال، أو مات، يكون في شيء مستند. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسله أولئك هم الصديقون. هؤلاء الصديقون، مش قال في مراتب؟ أول شيء الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء. الصديق طبعا هي إشارة إلى مبالغة في الصدق، يعني إشارة هم الصديقون الصادقون، يعني آمنوا بالله، يعني ماشيين على الصدق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم عند نورهم، يعني إشارة إلى أن هؤلاء لهم حضورهم. الشهداء هم الذين لهم الشاهد، لهم حضور. ليش تطلق على الشهداء الذين يستشهدون؟ لأنه لهم حضور في ميدان الجهاد يسمى. وإلا الشهداء هم الذين يشهدون على الناس، يعني هن الشهداء. لذلك الله جعل الأنبياء شهداء على أمتهم، شيك الأنبياء شهداء على أممهم. النبي هو شهيد على الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله هو شهيد على الأنبياء، يشهد عليهم لأنه هو أعلى مرتبة. المسلمون هم شهداء على المجتمع الذي يعيشون فيه، على غير المسلمين، يعني شهداء يشهدون طبعا، أما بأعمالهم بيشهد بعمله لأنه ماشي على خط الطريق، عمله هو شاهد أنه ماشي على الحقيقة، أو يشهد بالشهادة، هو شاهد على الحق لأنه التزم بالحق. يعني الذين آمنوا بالله ورسوله هؤلاء صادقون عند الله، صديقون يعني عندهم صدق لأنه مشوا على الحقيقة. والأمر الثاني هؤلاء شهداء، والشهداء عند ربهم سوف يشهدون على غيرهم لأنه ماشيين على الحق، هني بيشهدوا، هني بيقولوا هذا إنسان كافر لأنه غير ما نحن مشينا، لأنه هم شهادتهم بسيرهم بمسارهم. واحد مرات بيشهد بالكلام، مرات شخصيته تشهد على الآخرين، لأن الآخرين مش ماشيين مثل ما هو مش، فهو شاهد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله من صفاته أنه شاهد، لأنه كان رمز قيمة، من خلاله نموذج، من خلاله يميز الناس الآخرون. اللي مثل النبي بيكون ماشي على الحق، واللي مش مثله أكيد مش ماشي على الحق. هو شاهد، نموذج، يعني شاهد يعني نموذج وقدوة. مثلا السيدة الزهراء عليه السلام صديقة، شهيدة، شاهدة، تشهد لأنها سيدة نساء العالمين. بكرة إذا تقيم النساء
هاي الصورة نموذج على أساسها تقيم المرأة ماشي معها، هي فعلا ماشي على الأصول اللي الله بده إياها أو لا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، هؤلاء طبعا الجحيم هم أدنى مستوى من النار. ولأن حب الدنيا هو مصدر كل خطيئة، الله سبحانه وتعالى قال يا جماعة ما تغركم الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. هاي الدنيا هيك لعب، بتبلش لعب، أيمتى اللعب؟ طفولة، مش هيك؟ قبل الولد بيكون ببدايته ولهون، أيمتى بصير اللهو؟ هاي مراحل العمر، أول شيء اللعب، مش بالولد عادة شو شغلته؟ بس يكون بالصغر قبل ما يروح على المدرسة، حتى لما بده يعلموه بيعلموه باللعب، ولهذا لاعبه ستا أو لاعبه سبعا، هاي مرحلة اللعب. ثم اللهو هي مرحلة المراهقة، لهو بصير يلهب بيلعب بالفطبول قضايا بتلاقي وغير ذلك، ما في جدية عادة مرحلة يعني بعد ضايع، بيقولوا ضايع بعده مش محدد مساره إلا إذا كان أهله مكنينه أو متربى تربية كون قادر يكون ماشي على الأصول. لكن بشكل عام الزينة أيمتى؟ مرحلة الشباب، لهون لعب ولهون وزينة، أيمتى الزينة؟ الشباب بصير يضبط حاله، وحدة بتضبط حالها، يعني في شغل وتفاخر بس شوية يكبر، هذه مرحلة بعد الشباب، مرحلة بصير يتفاخر، أنا عندي وأنت عندك، أنا عندي أولاد وأنت ما عندك، أنا أنت عندي أولاد صبيان أنت ما عندك صبيان، أو أنا عندي عندي عقارات أنت ما عندك، عادة بتصير شايفين بواقعنا، بس يصير واحد شوي وتكاثر في الأموال والأولاد. كمان مرحلة تانية لما بيكبر شوي أكثر بده يصير عنده حرص، بده يكتروا أمواله. هاي حال الدنيا، يعني إشارة إلى هاي حال الدنيا، هذه حالها. لكن الله سبحانه وتعالى والأولاد، هاي حال الدنيا أموال وأولاد، لكن الله بيقول هاي الدنيا شوفوها كيف على حقيقتها، كمثل غيث مطر نزل أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع لما بينزل المطر بيختار الأرض تزهر ورود أشجار بلش تثمر، لكن فتراه مصفرا، لكن هل يستمر؟ ما بيستمر، بيجي الخريف وفي أوراق ولا في ورود ولا في كل هذا الجو، ثم يكون حطاما كله بيتكسر بيتفتت. هيك الدنيا، بلش واحد شباب ريعان الشباب حيوية الدم يفور من وجهه، ثم بعد ذلك بيكبر بينتهي هذا الربيع، ثم بيجي خريف العمر بلش واحد ثم بيحطوه بالتراب بصير حطام بصير يتفتت، لما بيدفن فيه بصير تراب والتراب بصير يتطاير في الأرض. والنتيجة وفي الآخرة لمعرف حقيقة الدنيا واستسلم لها وغرته، وفي الآخرة عذاب شديد، طبعا في عذاب لكن في كمان الله عم يقول مش كله عذاب، في ناس لا يحصلون على مغفرة ورضوان من الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، غرور الغفلة عن الحقيقة عن المصير. يعني عادة الناس هي تغفل عن المتاع، هي كل وسيلة يستفاد منها، هي الدنيا ليستفاد منها، يعني وسيلة وأداة الدنيا للغرور عند كثير من الناس، يعني بدل ما واحد يتخذ الدنيا وسيلته بصير الدنيا هدفه، وهي بصير تغره الدنيا. لذلك الله بيقول بعدين يا جماعة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات كعرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمين؟ للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله، هذا فضل الله، الله ما قلنا شيء على الله، قلنا شيء على الله فيما يدخلنا الجنة، بالعكس لازم نطيع الله لأنه هو خلقنا، واللي ما قلنا شيء على الله لكن الله ما اكتفى أنه عم نطيعه أعطانا النتائج أعطانا الجنة أعطانا رضوان منه.
يؤتيه من يشاء. طبعا من يشاء الله مش أس يؤتيه من يشاء اللي بده إياه، لا، يعني إشارة إلى أن الله يؤتي من يشاء، يعني من يستحق. من الذي يشاء الله لهم الجنة؟ هن اللي عاملين 1، 2، 3، 4 ماشيين على الأصول. اللي كلمة العرض هنا كعرض السماء السعة، مش العرض مثل الطول وعرض، لا، عرض يعني السعة، يعني عرضها السماوات والأرض، مثل ما بيقولوا وسابقوا إلى مفهوم جنة عرضها السماوات والأرض في آية تانية. هون كعرض يعني كسعة السماوات والأرض. فإذا الله قال المغفرة طبعا كمان، ثم الجنة، لأنه المغفرة هي قبل تسبق الجنة، لأن لا دخول للجنة بدون مغفرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني إشارة أنه هذا أمر بده يكون عندك علاقة مع الله، برتب أمرك مع الله. يعني ليس العمل وحده هو يكفي للوصول إلى الجنة. النبي قال ألا إنه لا ينجي إلا عمل مع فضل، مع رحمة، ليه فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم وللتأكيد على عدم التعلق في الدنيا، الله عم يقول هاي الدنيا بإيد الله، يعني أنتوا بدكم الدنيا يا جماعة، ما هي بإيد الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم، كل شيء، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني إشارة إلى أنه حفظ كل هالأمور على الله يسير، كل المصائب، كل المشاكل، كل الابتلاءات بيد الله، فاتكلوا على الله، دبروا أمركم على الذي بيده أمر تخليصكم من مصائبكم ومن مشاكلكم. ثم الله بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما أتاكم، هي طبعا من آيات الزهد، كيف نزهد، يعني لا تأسركم مغريات الدنيا وشهواتها وتنشدوا إليها، ما يكون تأسوا على فالدنيا لا تستمر ولا تفرح، لأن الدنيا لن تستمر. لا تأسى، إذا فأت شيء لا تأسى، أسى إذا تأسى على شيء، تأسى أنك فرطت في جنب الله، تأسى لأنك كان في عبادة كنت فيك تقوم فيها وما قمت فيها، كان في صلاة مستحبة كان قادر، صيام كان في، صدقة كنت، هذا اللي واحد بيأسى، بيأسى على الدنيا. ليش الدنيا راح تبقى بكل بفرحها وحزنها، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لأن الدنيا لن تبقى، هيك عم بقول، ما تنشدوا للدنيا يعني. وطبعا المصائب لها كما أشرنا، الله قال يعني ما أصاب مصيبة، هي طبعا لها دور تربوي، مثل ما يعني لها دور يعني كمان مرات تزيد في أجر الإنسان لما بيصبر عليها. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول إن الله والله لا يحب كل مختال فخور، الله ما بيحب كل واحد مختال متكبر، لأن التكبر ليس سماه مختال من الخيال، التكبر المتكبر من الخيال، هو وما عنده حقيقة، ما لازم يتكبر أساسا، شو عم يتكبر الواحد؟ على شو عم يتكبر؟ يعني يعتقد نفسه عظيما، هو وين؟ هو شو عظيم؟ هو من نطفة، وين؟ وبعدين مين قادر يضمن حياته؟ فخور طبعا من الفخر. ثم الله يقول الذين يبخلون ويؤمرون الناس بالبخل، هؤلاء اللي يبخلون، ومن يتولى الله، يعني منهن كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون، ومن يتولى الله فإن الله هو الغني الحميد، الله هو الغني اللي هو الحميد. ثم بعد ذلك طبعا حتى ما نطيل نتابع الآيات طبعا الأخيرة، لكن نتركها إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول هل أكل فيلي السمك هو حرام؟ طبعا في رأيين، في رأي بيقول أنه كل شيء يستخرج من البحر هو حلال، كما هو رأي السيد فضل الله وعلماء غيره يرون أنه السمك كل ما يخرج
من البحر فهو حلال، أحل لكم صيد البحر وطعام، كل شيء بحري فيك تاكله. فساعتها في كل فيليه سمك ما دام مش مضر أكيد يعتبر حلال. هلا في رأي بيقول لا، لازم يكون له فلس. في هذا الرأي آخر بناء على أحاديث، طبعا السيد اعتبر أن القرآن هو حاكم وأخذ على الأساس. فبناء على ذلك إذا موضوع الفلس شرط في السمك، فأكيد إذا في ليلة سمك في فلس حلال، واللي ما في فلس فأكيد بيكون حرام. قد بدأت الصيام في سن 12 وقد صمت شهرا عما فاتني على أساس أن تكليفي كان عمر 9 سنوات بناء لمرجع سابق، وحين قلدت السيد فضل الله تبين سن التكليف هو 12 سنة و7 أشهر لتأخر عند الدورة الشهرية، فهل يمكنني تجيير ما صمته لأسباب أخرى مثل مرض أو إفطار عامل؟ لا، هذا حصل إن شاء الله على كل حال ثواب حصلت عليه، وخليه ثواب بالنهاية، أكيد ما راح شيء، ما بيروح شيء عند الله، ما مش خسرانة. هل يحل أكل ما يوجد بسلسلة ظهر الخروف أي نخاع الشوكي الموجود بين الفقرات؟ وإذا لا يجوز أكلها، هل يجوز شرب المرق وذلك للعلاج؟ هلا ما بيجوز أكل أكيد النخاع الشوكي، ما بيجوز، مش النخاع اللي فيه بقلب الرأس، الخرز في بس خرزة الدماغ هي اللي ما لا تؤكل، بس النخاع فينا ناكل، بس اللي على سلسلة الظهر هذا لا يجوز، هاي الحبل اللي بقلب سلسلة الظهر أكيد ما بيجوز. هلا إذا غلي صار في غليان المرق ما في مشكلة، لأنه هو ما يجوز أكل السلسلة وهي مش نجسة، ولذلك ما في أي مشكلة بهالحالة. هل يمكن القول أن السيدة الزهراء عليه السلام استعملت في البدء الدعوة إلى السلاح؟ قد قالت في خطبتها مخاطبة الأنصار: وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون. لا، كانت هي عم تشير إلى الأنصار، لأنه ما اتخذوا موقف في الوقت اللي دعتهم إلى اتخاذ الموقف آنذاك من موضوع فدك ومن موضوع خلافة الإمام علي عليه السلام. وهي قالت لهم ليش، يعني ليش ما التزمتم بإمام علي عليه السلام؟ هل لأنه كان يعني لأنه كان حامل السيف في مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هذا السبب أنه ما وقفت معه، أو أنه كان لا يبالي بحياته من أجل الله وفي سبيل الله؟ يعني وبختهم، فعم تقول له أنتم جماعة مش ضعفاء، كنتوا قادرين تأخذوا مواقف، ما كانت عم تحكي بالسلاح وكيف تستخدموا سلاح أو لا. أكيد ما كانت السيدة الزهراء بوارد أنه تفوت بمعركة، كانت تعرف أن دخول في معركة في ذلك الوقت حتى لو كانت معركة حق كانت تؤدي إلى ضياع الإسلام، لأنه كان في هناك من ينتظر الفتنة. وذلك الإمام علي قال عليه السلام: قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. وهي طبعا أكيد تلتقي في ذلك مع الإمام علي عليه السلام، وهي طبعا لما خطبت أرادت أن تبين الحجة أمام الناس وتبين السبب لأجله أخذت هذا الموقف في ذلك الوقت. ما هو حق المارة؟ يعني معروف أن واحد إذا كان مارر ببستان في يأخذ هذه، يعني إلى السؤال عم يقول شو الشروط اللي تشترط، ما هو حق المارة وما هي شروطه؟ مثل ما أنه يجوز للواحد اللي مارر على بستان أنه يجي يأخذ، لكن الشرط بذلك أن لا يحمل معه، يأكل يأخذ له شيء تفاحة، يأخذ له شيء بردقاني، أي شيء ما في مشكلة، على أن لا يكون الدخول إلى هذا المكان بقصد الأكل. مارر حق المارة، مارر لقى له تفاحة بالطريق على شجرة بيأكل، بس أنه فايت لأجل أن يأكل لا ما بيصح. هون في طبعا أكيد هذه الشرطين. والشرط الثالث أنه ما يكون مسيج هالمكان، فيتنط على السياج مكان أيلين أو لين أيلين لا يسمح الدخول إلى هذا المكان، أم لا فات هون لا، حتى لو مر ما في يأخذ. فإذا هون 3 شروط، إذا يكون أن يأكل أن يأكل وأن لا يحمل معه شيئا،
وأن لا يكون دخوله بقصد الأكل، والأمر الثالث أنه ما يكون مكان مسيج أو مكان مانعين الدخول إليه، معروف أنه ممنوع الدخول، مانعين، في علامات تدل على المنع. هل وجوب الحجاب من الضرورات الإسلامية؟ هو واجب من الواجبات الإسلامية طبعا، هو وهذا من الحقائق الإسلامية. ما نحن ما بنعتبر مثل ما بعض الناس بيقولوا أنه والله الحجاب في شك في ثبوته، لا بالعكس في تأكيد عليه، والله فصل الحجاب بالدقة، حكي عن الجلباب، حكي عن الرأس أنه لازم يغطي الصدر، حكي عن عدم إبداء الزينة، عدم إبداء فاتن الجسد، عدم الألوان الزاهية اللي مثيرة، حكي عن كل التفاصيل، يعني أتدخل بالتفاصيل. مع الأسف بعض الناس بهالأيام بيقول لك لا مش ثابت عن الحجاب، لا ثابت الحجاب. ما حكم الأحاديث التي تجري بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل؟ طبعا بالنسبة للأحاديث أكيد إذا أحاديث طبيعية ما في مشكلة، لكن طبعا بشرط أنه ما تؤدي إلى مشكلة بعدين، لأنه مرات كثرة الحديث وبعدين بصير تلاطف، بعدين ما بعرف واحد لما بتوصل الأمور. فإذا لا، إذا واحد عارف حالة، تعرف حالة أنه ما قدر تضبط حالة، أو واحد ما بيعرف حالة ما يفوت بهذا الأمر، ما لأنه سينزلق بعد ذلك. طبعا الحديث إذا كان فيها كلام أكيد تجاوز الحدود، في غرام في غير ذلك، أكيد هذا ما بيجوز في هالحالة، ما دام في زواج ما بيجوز. تتكون بعض الحبيبات السوداء على الخبز، هل تعتبر هذه الحبيبات من الخبائث التي لا يجوز أكلها لأن الله أحل الطيبة وحرم الخبائث؟ الخبز المحروق أو البصل المحروق مرات حرق أكيد بصير خبيث بهالحال. طيب هلأ خبز بيكون عليه نقط، هل هذا بيأثر؟ لا ما بيأثر. ما حكم عدم ارتداء الحجاب إذا كان الأهل لا يريدون ذلك للبنت؟ طبعا الحجاب واجب، ما له علاقة برضا الأهل أو عدم رضا، لا رضا للأهل إذا كان الأمر يتعلق في معصية الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يكون هو الأساس، هو خلق الأهل، هو خلق الإنسان بذاته. هل يحرم الإسلام أن تكون المرأة قاضية؟ هلا في بعض الفقهاء بيقولوا إنه لا، المرأة ما لازم تكون قاضية، ما بصح أن تكون قاضية، لكن هناك رأي آخر، طبعا السيد فضل الله يرى هالرأي إنه ممكن المرأة أن تكون قاضية، طبعا بشرط أن تحكم بما أنزل الله، مش بدون ما، مش بغير ما أنزل الله. هل يجوز لي كطبيب أن أخفي عن المريض حالته الصحية حرصا عليه؟ يعني إذا كان في إخباره ضرر كبير عليه لا ما في ضرورة، لأنه مصلحة أنه ما تخبره، إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك، يعني واحد هو عنده مرض خلاص يعني ما يقوس منه، لازم تخبره حتى يرتب حاله، حتى يرتبه. هلا كيف يخبره؟ بيشوف طريقة، مش صدمة مباشرة، شوف طريقة، يقول وضعك صعب، وضعك شوي خطير، انتبه، إذا في عندك أمور يعني احتياطا، مش أعمل لك رح تموت، بس احتياطا رتب أمورك، يقول له إياها بس بطريقة لبقة ما بتأثر عليه. هل إطلاق بوق السيارة أو استخدام مكبرات الصوت بصوت عال جائز؟ هذا لا يجوز، مثل ما حتى لو كان حفلات دينية، حتى لو كان في دعاء، حتى شو ما كان، ما بيجوز إذا في هناك ضرر، والله سبحانه وتعالى لا يجيز أن يؤذي أحدا حتى لو كان بالأمور بتتعلق فيه هو، يعني مثل قصة مثل ما قلنا دعاء، أو حتى هلا الأذان أمر آخر، أمر أذان الحاج بالنهاية. هلا قراءة القرآن طبعا السيد رضوان الله عليه كان لما بالقرآن يقول لكم، يقول له معلش اقروه بس مش فترة طويلة قصيرة، بس يتمهد الأمر للناس حتى يقولوا والله في أذان، حتى يجوا بعدين يهيئوا حالهم للصلاة، يعني بس للتهيئة.
أحد الأشخاص يدعي أنه سادة وأنا أعرف أن دعواه غير صحيح، هل يجوز لي أن أخفي أنه ما بين للناس هذه الصفة؟ طبعا إذا كان مش سيد وبتعرف أنت ما لازم، عم يخدع الناس، لأنه أكيد يمكن الناس بهالحالة يتعامل معه كسيد، يمكن يعطوه سهم سادة غير ذلك من الأمور، وكمان حتى هو يرتدع، ليش حامل نسب ليس له؟ هذا أمر كبير عند الله سبحانه وتعالى. واحد ينسب حاله لنسب هو مش لإله، مثل واحد بينسب حاله لنسب عائلة هو مش من هالعائلة، أكيد كبير. فكيف إذا كان الأمر يتعلق عم ينسب حاله لرسول الله حتى يتشرف هو بكونه ينتسب، وإن كان دائما يقول التشرف برسول الله بالعمل مش بالانتساب، ولهذا من كان لله وليا فهو لنا ولي، وما كان الله عدوا فهو لنا عدو. أحد الأشخاص في بعض الأماكن توضع بعض التعليمات، مثلا عدم التدخين، عدم رمي أعقاب السجائر، أو الحفاظ على النظام، أو أي ذلك، هل يجب الالتزام؟ طبعا يجب، ما دام هول الجماعة بدك تفوت على المكان اللي هن فيه يجب، حتى إذا كان هذا المكان عام، ما دام الجهة اللي أصدرته هي جهة عامة أي عم تتولى مسؤولية مثلا البلدية، أو مفروض الالتزام. حتى مثلا قضايا السرعة، لما يحطوا السرعة مثلا 90 أو 100 بده واحد يلتزم، حال مش قضية اختيارية، لابد من الالتزام بالنظام. كيف يكون الإنسان مرتدا؟ أن ينكر وجود الله، وينكر وحدانية الله، أو النبوة، أو يوم الآخر، أو ضرورية من ضروريات الدنيا، ينكر الصلاة اللي هي ضرورات الدين. هل يجوز أن أدفن القرآن الكريم في القبر الذي أدفن القرآن، اللي أنا بقرأ فيه دائما، في القبر الذي أدفن فيه؟ لا، ما لازم، يعني هذا القرآن مش خليه لأولادك، خليه لعائلتك، خليه يستفاد منه، مش لي يدفن. دعيت على عرس صديق لي ولكن فيه غناء وأجواء غير شرعية، ما لازم واحد يحضر إذا في أجواء غير شرعية. نعم، إذا واحد مضطر بفوت بيسلم ويظهر، ما وإذا اضطر مرات أنه يحاول أنه لا يصغي، إذا اضطر يبقى، هنفطر الواحد لأي سبب، وإن كان ما لازم هالموضوع، لازم واحد يكون عنده موقف في الحياة. ثم إذا رحت عند هذا بكرة بدك تعتذر عن حدا تاني، بيقول لك رحت هونيك، خلاص يحسم الواحد الأمور. وديننا لازم يكون أغلى شيء عندنا، أغلى من الأصدقاء، لأنه ديننا هو ضمانتنا، هو بيوصلنا لأصدقاء آخرين. إذا هالصديق مش أهل، بعد مثل ما أنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل تعتبر تحية صباح الخير أو مساء الخير يجب الرد عليها؟ نعم، وإذا حييتم بتحية، أي ما السلام عليكم، قالوا إذا حييتم بتحية، أي تحية، فحيوا بها، لازم قال لك صباح الخير، قال صباح الخير، قال لك مساء الخير، مش ما ترد، ورد أحسن منها. أنا ابتلى بالوسواس القهري في الصلاة والوضوء، ما هو الحل برأيكم؟ عدم الاعتناء، ما تعتني، ليش الله بده؟ أنا بقول لهم مرات واحد مبتلى بالطهارة مثلا، أنا بقول لهم ما الله سبحانه وتعالى هو بيطهر، طيب أنت حتى مبتلى، طيب خايف من النجاسة، ما الله بيطهر، بينزل له ملائكة بيطهر المكان، مش قادر؟ قادر. وفي الصلاة إذا كنت قصة صلاة وسواسي بالصلاة، ما الله هو بيتقبلها؟ قال لك أنا بتقبلها، طيب ما تكون ملكي أكثر من الملك. هل تكليف النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة في المنام ملزم؟ لا، منام ما بيلزم حدا، يعني هلا لو عالم مرجع رأى في المنام أن الحكم الشرعي اللي أنت أصدرته مش صحيح، هذا الحكم الصحيح، رأى النبي أو الإمام، ما لا، بده يتأخذ برأيه هو مش برأيه باللي. هل يشترط في الحجاب أن يكون لونه أسود أو رمادي؟ المهم أن لا يكون ألوان مثيرة، هذا المقصود في الحالة. انتخاب أسماء الأبناء هل هو حق للأم أو للأب أو لكليهما؟ طبعا نحن بنقول مفروض توافق، لأنه هذا الولد من هي ولد من الاثنين، لكن إذا لنفترض اختلفا وما في توافق وما صار في إمكانية لاسم مشترك، فبهالحالة الأب، لأنه هو الولي من هي. مات زوجي وارتديت الأسود منذ 5 سنوات، ويطلب مني بعض أقاربي ترك السواد وأنه حرام، طبعا لأنه هذا جزع، ومش
المفروض إنسان يرضى بقضاء الله، مفروض واحد العدة المرأة محددة، الله احترم هذا الأمر، احترم أنه الوحدة تكون حريصة على يعني على على ذاكرتها مع زوجها، حياتها مع زوجها، أنه مش دغري تلبس ثياب طبيعية، لكن 4 أشهر و10 أيام وانتهى، سكر الباب خلص. أنا متزوجة وزوجي له ولد من زوجة أخرى، هل تستطيع أن يستطيع أن يراها بدون حجاب؟ وزوجي له ولد من زوجة أخرى، هل يستطيع أن يراها بدون حجاب؟ طبعا إيه ممكن. هل العدة خاصة بالمسلمات أم بغير المسلمات؟ يعني إذا واحد يتزوج غير مسلمة لازم تعتاد، تكون معتادة إيه؟ حتى لو كانت غير مسلمة. بعد الانتهاء من سورة الفاتحة أسمع من يقول الحمد لله رب العالمين، هل هذا واجب؟ لا، مستحب. هلا ليش بيقولوا الحمد لله رب العالمين؟ لأنه واحد بيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بيتذكر واحد أنه الحمد لله هو اهتدى، بيقول الحمد لله أنا اهتديت. هل يكفي صب واحد الماء حين الغسل أم يجب المسح باليد؟ يكفي صب الماء، المهم إيصال الماء إلى الجسد. ما صحة الرواية التي تقول أن يهودية دست السم إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ ما ثبت عنا ذلك من خلال التحقيق، مش ثابت هذا الأمر. لو كان ثابت كان مفروض حدا يأخذ بثار النبي، معقول النبي توفي من دس السم؟ يعني على الأقل يكون في مطالبة، يكون في رد فعل. ما حصل كل ذلك ولا حدا حكي بهذا الموضوع. يعني قال الإمام علي: يا من دل على ذاته بذاته، كيف هذا والذات المقدسة غيب لنا؟ المقصود أنه الله هو اللي دلنا على ذاته، هو قالنا أنه لا يرى، هو قالنا أنه له الكمال، له الأسماء الحسنى. ما هو رأيكم في علم التنجيم وقراءة القرآن، أو علم التنجيم وأنه معرفة الغيب بالقرآن أو الكف؟ أكيد كله مش صحيح. كان السيد المسيح يحيي الموتى، هل الرسل من قبله كانوا يحيون؟ قال لا، ما في. هو طبعا هو أحياء الموتى، ما في عندنا شيء يدل على أنه كان في أحياء الموتى قبل ذلك. وإن إلياس لمن المرسلين، من هم إلياس من المرسلين، أو سلام على إلياسين. مين هم إلياسين؟ هل هم بعض الناس فكروا أن آل محمد آل ياسين لأنه باعتبار القرآن أول شيء؟ لا، إلياسين يعني جماعة إلياس، إن إلياس لمن المرسل إلياسين يعني اللي يسيرون، مثل ما بيقولوا مسيحيين محمديين، يعني الذين يسيرون في خط إلياس أحد أنبياء الله، والحمد لله رب العالمين.